يلا بمسج بلشنا. اسمعي يا حلو يا شاطرة، اسمعي بدنا نحكي بالهندسة شوي. اللي خايف يرسب اللي عم نشوف الفيديو، واللي بالقاع هلا بالقاع في ناس خايفة ترسب، بسوريا كلها في ناس خايفة ترسب. نجاتك هو قسم الهندسة، على الأقل بالامتحان 140 علامة هندسة. شاني هندسة أنا بقصد أول 3 دروس النجاح كله 240. إذا بتجيب 140 على الهندسة بضل لك 10، يعني 100 بتجيبها كيف ما كان. فاللي خايف يرسب يضمن الهندسة. ليش؟ لأنه الهندسة علامته مضمونة، وعلامته بسيطة جدا، لا في اشتقاق ولا في جدول ولا في تغيرات ولا في نهايات ولا في شيء. تتعلم أساسيات الهندسة، بس تعرف تطلع شعاع يكفي، بس تعرف تطلع شعاع، ما تبقى كله سهل. ولا تدرس الهندسة من الكتاب ومن نقطة المدرسة أو من دفتر المدرسة أو من دفترنا اللي عملناه نحن أيام السنة. فدرس من المكثف، لأن بهالمكثف نحن مجمعين كل حالات الكرة لحال، حالات المستوي لحال، مسهلين عليك الدراسة بشكل شديد، بشكل كبير. فدرس من المكثف. فالبد ينقذ نفسه فرصته بالجزء الثاني، اللي 300 تبعية الجزء الثاني بتجي بسهولة بالغة جدا جدا. فمستوي بالجزء الأول، ركز على الجزء الثاني. نبدا السؤال الاساسي بالامتحان هو معادله المستوي. معادله المستوي على اللوح يا مستوي، بدي منك تتعلم شغله. اول شيء المستوي يحتاج نقطه وناظر. كل ما يقولوا مستوي أنسى نجوى بالضبط النهارده. طم كل ما يقولوا مستوي بدك نقطة، بدك ناظم. فكر بهي على طول، لا تدور على طرق تانية. قول بدي نقطة بدي ناظم، انتهى الموضوع. خلينا نرمز لها للنقطة A B C. شو ما بدك؟ X 0 Y 0 Z. خلينا نرمز له للناظم. ناظم دايما ايه؟ بنرمز له A B C. تمام؟ نجي هلا. هدول اثنين مع بعض بيساعدونا بإيجاد معادلة المستوي. نحفظ القانون. A في X ناقص إكسات النقطة X صفر. الأ من وين؟ من الناظم. زائد B في Y ناقص Y صفر، زائد C في Z ناقص Z صفر. طبعا في وحدة تانية او اكس زائد واي زائد سي زائد زائد دي بصير صفر. عم تعوض النقطة وتحسب الدي، هذيك لا انصح بها لانه للاسف ما عم تعرف تحسب ولا دي. هذا قانون جاهز عليه علامة، والتعويض بس نشر بتطلع معك بسهولة، هذا اسهل شيء. حالات معادلة المستوي نبدا. طبعا استنتاج القانون غير مطلوب، احفظها ترجعوا علي علامة، هذا القانون عليه علامة. تفضل نكتبه. أول حالة يلا نشوف. معادلة مستوي يمر من نقطة وناظمه معلوم. يمر من نقطة وناظمه معلوم، معناها هذا جاهز. معي نقطة ومعي ناظم، معي نقطة ومع بس معوض بالمعادلة بيطلع معنا جواب. بدل ما يقولوا ناظمه معلوم ممكن يقولوا، طبعا كلمة ناظم يعني عمودي، انتبه عليه ما بيعرفش يعني مستوي. تخيل ايدك مستوي على طول بالامتحانات، انت ايدك معك، ايدك هو المستوي. هاي نقطة بالمستوي، هاي نقطة. الناظم بيكون عمودي على المستوي، هذا الناظم. نقطة وناظم، فكل شيء عمودي على المستوي اسمه ناظم. كل شيء عمودي على المستوي اسمه ناظم.
فلما بقول لك انا يعامد شعاع معناها الشعاع هو نفسه مين؟ الناظر. طبعا انا ما راح اقول يعامد شعاع، بدهم يقولوا يعامد مستقيم. ترجم لنا او يعامد مستقيم بدل يعامد شو؟ شعاع. شو بيقولوا يعامد مستقيم؟ تعال نحل مثال على هاي الحاله بعدين ننتقل للحالات الاخرى. شوف مثال، عين مستوي يمر بالنقطة ب ويقبل ب س ناظم. نحن هلا بدنا نقطة وناظم، يا البي هي النقطة والبي س هي الناظم. تعال نطلع شعاع التوجيه تبع بي س. اكسات هلا في عالم ما عم تعرف تطلع شعاع توجيه، هذول بدهم توجيه. احفظها، اكسات النهاية ناقص البداية، يعني اكسات ال س ناقص اكسات ال. في عالم هلا مثل الوقت صار مكتوب الاكس س ناقص اكس. طبعا هو وقت كبير بالامتحان ما بيعرف يكتب شيء، فبقول يلا هي بتاخذ معنا ربع ساعة وهي بتاخذ معنا نص ساعة. اعطونا الشعاع بي س، اكسات النهاية ناقص واي النهاية ناقص زدات النهاية، اعطونا اياها. ناقص 3 3 1 طلعت معنا البي س. نكتب القانون، في اكس ناقص اكسات ل بي، بدل اكس صفر فينا نكتب اكسات ل بي، نحن نستخدم النقطة بي زائد بي في واي ناقص وايات ل بي زائد سي في زد ناقص زدات ل بي، شو بيساوي؟ هدول الا والبي والسي بيجوا من الناظر، ضل عندنا هاي وهاي وهاي، هدول من وين؟ من نقطة بي، اعطونا النقطة بي. 2 ناقص 1 0. اذا النقطة ب 2 ناقص 1 0. تبع عوضهم الا من وين؟ من هون ناقص 3 في اكس ناقص اكسات ال بي 2 زائد بي البي 3 في واي ناقص ناقص 1. بالرياضيات بس يجوا الناقصين ورا بعض بيتحدوا بصيروا زائد. زائد سي، وين السي؟ واحد. إذا ناقص زدات البي صفر. ننشر ناقص 3 اكس زائد 6 زائد 3 واي زائد 1 انشرها زائد 3 زائد زد بيساوي 0. نجمع هدول تطلع معنا ناقص 3 اكس زائد 3 واي زائد زد زائد 3 و 6. هيدي الديل كنا عم نحكي عليها. صعبة؟ الحالة واحد تشبه كثيرا الحالة طلاب، لنفرجيك الحالة وين صفحة صفحة قديمة الحالة الرابعة طلاب صفحة 8 على الحالة 4. شوف الحالة 4، معادلة مستوي يمر من أ ويعامد باسي، معنى الباسي شو هو؟ ناظم. لون كلمة يعامد، بس يقول لك يعامد معناه هو الناظم، هي نفسها طلعت لك نفسها استوت نفسها. الباسي ناظم ويمر من مين عم يقولوا؟ يمر من أ، بنعوض النقطة أ. بس شو تصير بدل هاي؟ بدل اكس بي شو تصير هون؟ اكس ا واي ا زد ا. اذا الحاله الاولى والحاله الرابعه نفس الشيء. البارحه جبتها انا بالاختبار، هي كم معادله مستوي يمر بالنقطه ويعامد شعاع، معناها الشعاع هذا ويعامد مستقيم، انا اسف، معناها هذا المستقيم شعاع توجيهه هو الناظم. فاصطلح معنا نقطه معنا ناظم، بنعوض بالقانون. لذلك دائما رجع فكرك على طول اني انا بدي نقطة وبدي شو؟ وناظم.
رجعوا لنا على الحالة الثانية وهي الحالة الأساسية. ترجمة هامة جدا الحالة الرئيسية بالامتحان. هاي الحالة بدنا نتعلمها بدقة. هاي الحالة بتاخذ معنا 10 دقائق بس بقية الحالات اللي بعدها كل وحدة دقيقة دقيقة على المشي. لأنه كلياتهم رح يرجعوا لعند هالحالة. فركزوا لنا هاي الحالة. تقول الحالة، حالة يعني ستوري. هاي بتعرفوها. حالة تانية. والله ما خربكم إلا الموبايل. والله بالكسرة. ما خربكم إلا الموبايل، جيل كامل زبالة. حشى الأوادم والشاطرين. أما لما بدك تخرب جيل حط بيد الله. من الآخر خربانين. الله يستر ويجيب آخر تحسن على خير. اثنين، معادلة مستوي يمر من ثلاث نقاط. ركز معي. ليه بدك تقربي الكاميرا على ايدي؟ ايدك مستوي كل معي. ايدك بالامتحان مستوي يمر من ثلاث نقاط. نقطة، اثنين، ثلاث. بيان. اول شيء بتعمله بتشكل من هالنقاط شعاعين. شعاع اول، شعاع ثاني. هاي شعاع. اذا اول خطوة نوجد شعاعين غير مرتبطين خطين. طبعا اجباري بدهم يطلعوا غير مرتبطين. لو عمل لك اوجد معادله المستوي فاجباري بده يكون غير مرتبط. طلعنا شعاعين. كيف يعني غير مرتبطين؟ يعني المركبات غير يعني بتطلعوا بتقول له وهما غير مرتبطان بتفرجين المركبات غير متناسقه. ثاني خطوه نفرض ناظم يعني ان ا بي سي. هاي ثاني خطوه. ثالث خطوة. هاي الناظم شباب. الناظم أهم شيء قلت لكم عمودي على كل المستقيمات اللي بالمستوي وعلى كل الأشعة اللي بالمستوي. فعمودي على الشعاع الأول وعمودي على الشعاع الثاني. إذا الخطوة الثالثة نعامد الناظم مع الشعاعين يلي أنا طلعته فتنتج علاقتين. بعد ما يطلع عندك علاقتين، الخطوة الرابعة نفرض بيطلع معك A B و C A أو B أو C عدد ويفضل ما لا تأخذ الصفر. ما يفضل ما تأخذ الصفر عدد ونحل المعادلة. خمسة نكتب معادلة المستوي و رح نحل عليها مثال مباشر. تفضلي. كل تسميع هذا جاي اجباري. اجت ثلاث نقاط المره الماضيه. اخر مذاكره. لا 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 البارحه الاختبار الاول بس اعطينا ما مهم رح يجيك اذا ما اجى المره الجايه. يلا يلا يا حليم من كثر المذاكرات ما عاد فاطمه. الان مسالتنا تطبيق مباشر على هالكلام. نظر على المثال. رجع الكاميرا. المثال يقول لدينا النقاط التاليه A و B و C. اثبت ان A و B و C تعين مستوي. البارحه اخذناها. شو بنعمل؟ كتاب جنبها ناخذ شعاع منطلع شعاعين ومنبرهن غير مرتبطين.
أوجد شعاعين ونبرهن غير مرتبطين. أول شعاع أبي بتطلع عشان تطلع واحد ناقص واحد ناقص واحد. تاني شعاع أسي عشان تطلع اثنين واحد ناقص اثنين. شوف المركبات متناسبة شيء، نص لا يساوي ناقص واحد. طبعا إجابة كاتبينها جوا السهم على اليسار. المركبات غير متناسبة، فالشعاعان غير مرتبطان خطيان، فالنقاط ليست على استقامة واحدة وهي تعين مستقيم. تاني طلب، عين شعاع ناظم. ليك شو بنعمل؟ نفرض ناظم. بدنا نشتغل الشغل، بس انا ننبه على الشغلة، احيانا بيجي الطلب الثالث بدون الثاني. شوف الطلب الثالث، اكتب معادلة للمستوي ABC. طب جنب الطلب الثاني ممكن يطلب الثالث بدون الثاني، يعني ما يقول لك هو عين ناظم، يقول لك طلع لي معادلة المستوى، بس انت اجباري بدك تطلع مين؟ الناظم. كل ناظم اجباري بدك تطلع. اذا ممكن الطلب الثاني الثالث بدون الثاني، انا الثاني مساعدك شوي عشان تطلع ناظم. مو بس هيك، عشان اللي عم يحلوا بطريقه ثانيه، مثلا عم يعوضوا النقاط طرق خاصه، عشان يجبرك على هذه الطريقه، لذلك نحن بنعلمك هذه الطريقه، هي الطريقه العامه. تعال نطلع الناظم مع بعض. نفرض ناظم، هي فرضنا ناظم. كل ما يعلق كل بدي حلها. بس اعمل ايقاف مؤقت. وصلنا الا ما نطلع الناظم. معكم المصور عارف. صبايا خلوكم معي زبط البيار. N A B C. آخر شيء لين نعمل تصويت. مين بده لين؟ مين بده أعرف التصويت؟ التصويت. شباب الناظم إن عمودي عميل. هاي الرسمة. A B C. هاي A B A C. الناظم عمودي على اثنين آتوم. من عموده مع الأول من عموده مع الثاني. يلا. بنقول N يعامد AB. ركز معي. فإن من صف الحادي عشر لما بيكون الشعاعين متعامدين يا يوسف في صار لك سنتين نضرب N بAB سلميا بيطلع صفر. إذا N ضرب AB شو بيطلع؟ صفر. صفر عدد وليس شعاع. نجي نتذكر كيف كنا نضرب شعاعين. هاي الان اعطينا الابي يا رغد. واحد ناقص واحد ناقص. طبعا كيف نضرب الشعاعين؟ في قاعده بتقول لك يو بي في البكالوريا جدال السلمي اكسات الاول بالثاني اكس واحد اكس اثنين زائد واي واحد واي اثنين زائد زد واحد زد اثنين بيساوي صفر. بيجي له واحد بالقاعه مخ مربع مستطيل. استاذ انا ماني اخذ هندسه، ما انا عم بكتب لك الهندسه يا بهيم. ما بيعرف القاعده، طج على جنب، هي عم نعلمك. خلص ما اخذ هندسه، العمر كله ما اخذ هندسه. تعال نضربهم ببعض، شوف عمليه الضرب. تضرب هي بهي. واحد ب زائد هي بهي ناقص واحد ضرب ب ناقص ب هي بهي ناقص سي بيساوي الصفر وهي المعادلة الأولى. شو طلعت المعادلة؟ ضربناها بأول شعاع. تاخذوا للناظم تضربوا الشعاع الثاني. بأ سي بنقول ان ضرب أ سي بيساوي الصفر. يلا أعطينا الأ سي يا رغد. 2 1 ناقص 2 1 ناقص 2 2 ب A 2 A زائد 1 ب B B ناقص 2 ب C 2 C ناقص 2 C بيساوي الصفر. معادلة هون لا تخترع، بدي نبه هون في عدة طرق بعد ما وصلتهم. في طريقة من العصر الحجري
وهي انك تفرض احد المجاهيل تي، وانا ما بعرف ليش يعني هن مجاهيل برجع بعمله مشهور مثلا. والله مين عم يعمل هيك؟ يرفع ايده. بيعرف هاي الطريقه عم يعمل يرفع ايده. شفت بالمذاكرات؟ طيب هذول الاساتذه اللي عمرهم 80 سنه عم يعلموا هالطريقه من الاخر. هي كانت عام 1945. اسهل طريقه انتبع عليك بالرياضيات، ما بصير يكون عدد المجاهيل اكثر من عدد المعادلات، ما فينا نحل. ترى شو المشكله؟ فانا شو بعمل؟ بروح بفرض من عندي، طالما عندي عدد غير منتهي من النواظم بحق لي افرض وحده من العدد، وحده من هالمركبات يعني. افرضها للسي مثلا واحد. افرض السي او الا او البي. المهم لا تختار الصفر عشان ما توقع مشكله. وعوض بالعلاقتين سوا مشان تختفي السي. شو بتصير الاولى؟ ناقص بي ناقص واحد بيساوي الصفر، وهي العلاقه الاولى. عوضها بالثانيه. 2 زائد بي ناقص 2 بيساوي الصفر، وهي العلاقه الثانيه. صاروا معادلتين بمجهولين. في عالم قبل الفرضيه قاعدين عم يحلوا المعادلتين. تعلم تعلم ما تخبص، افرض بعدين حل. شو عم تحل قبل ما تفرض؟ ما هنيك ثلاث مجاهيل هدول بتحلها. قلت لك مره بالرقص بالدبكه بالجمع بالطرح. هون القوس يعني جمع بالجمع. ليه؟ ناقص بي زائد بي باي باي او او 2 3 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. خذها لهني 3 3 على 3 طلعت لا. برجع بعوضها هون او هون تطلع معنا البي 1 ناقص 1 0 بتطلع البي 0. تعويض عادي. فالناظم طلع معنا الناظم. اذا الناظم واحد صفر واحد. بعد ما طلع الناظم يا سلام، انت بالامتحان بتورد خدودك وانت عم تحل مساله المستوي اول شيء، هذا يكون اول طلب. فاول 25 علامه صاروا للجيب. النقطه مين؟ يا الا يا البي يا السي. على كيفك بالكتاب شو مختارين؟ انتم مختارين الا من نقطه صح؟ تذكر التعويض. مين مختارين؟ الا. نكتب معادله المستوي ومنعوض. هيدي الا هيدي البي هيدي السي. تطلع المعادله صعبه. طيب هذا السؤال يطرح بطريقه اخرى. كيف؟ بدل ما يقول اكتب معادلة المستوي A B C يعني يمر من ثلاث نقاط، بلك اكتب معادلة مستوي شعاعا توجيهه A B و A C. شوفها بيساعدك اكثر، بيلمح لك عشان تضرب الناظم فيها. فلما بيقول لك اكتب معادلة مستوي شعاعا توجيهه كذا وكذا، شو بتعمل؟ تضرب الناظم بالاول والناظم بالثاني دون الحاجه لبرهان ارتباطهم. ليه؟ لبرهان عدم ارتباطهم. لأن شعاع التوجيه خلقه بيكونوا غير. شو تعرف شعاع التوجيه؟ هما شعاعان يواجهان غير مرتبطان خطيان ويواجهان المستوي. طبعا ما فهمت شو حكيت، لذلك شوف الوظيفه اللي ورا مش هتفهم. قلوب لورا. شوف هذا السؤال كيجي بطريقه ثانيه. وظيفه صفحه 8. اوجد معادله مستوي مار بالنقطه A ويقبل U و V شعاعي توجيه. حلو. شمنا في داعين برهان غير مرتبطين؟ لا، لانه قالوا شعاعي توجيه. اذا كتاب الفكره ان بنضربها بالاول، نفرض ناظم، نضربه بيو بيطلع علاقه، نضربه بفي بيطلع علاقه اخرى. فظن المقطع يا عارف.